بدون حياء اللي بعمل هيك رح تغضب عليه السماء. شوف آدم وحواء أصل البشرية كانوا يتقاسموا شربة المية، هذه هي مساواة مع سواء. أنا بتأسف عن كل شي رجل سواء وبقول هيك مش معقول. إذا مرة بنت غلطت بالغلط فلتت لازم نداريها، نضلنا حواليها نحميها من عادات وتقاليد ما إلاش فيها، بدال ما تزيد عليها روح وسيها وخلص كف عن كل أشكال العنف. مع بعض نطلع على المستقبل، أنا لهات النقطة بدي أوصل. تخيلوا فيش أنثى بالحياة شو رح نعمل بدونكو يا نساء.